السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الوزير الأول يتجول في أماكن حملة النظافة ومناطق شفط المياه بالعاصمة نواكشوط. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان والسلم الأهلي تنظم حفلها السنوي الثاني بحضور عدد من منتسبي الهيئة. حملة معا للحد من حوادث السير تطلق موسمها الرابع تزامنا مع حوادث سير على عدة طرق بالدنيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجول الوزير الأول إسماعيل والبدة والشيخ سيدية زوار اليوم الأحد في الأماكن التي تركزت عليها حملة النظافة التي نفذها الجيش الأسبوع الماضي بالتعاون مع أرباب العمل، كما زار مناطق شفط المياه بالعاصمة. وشملت زيارة الشيخ سيدية مقاطعات الميناء والسبخة ودار النعيم، هي التي تولى الجيش تنظيفها بالتعاون مع جهة نواكشوط، واستمرت حملة تنظيفها 9 أيام، ونقل الجيش خلالها نحو 80 طنا من القمامة، كما فتح طرقا كانت مغلقة. نظمت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان والسلم الأهلي حفلها السنوي الثاني الذي تكرم فيه الناجحين المتفوقين في دراستهم، كما تكرم فيه مديري المدارس والداعمين الذين يساهمون في مشروعها التعليمي. كما قلت، هيئة الساحل هي عبارة عن مشروع وطني لخدمة الفقراء. هذا المشروع ليس همه فقط هو التعليم، وإن كان التعليم مهم بالنسبة لنا، لكن هو دفاعا عن الحقوق. ولذلك هنالك لجنة لحقوق الإنسان لكل من ظلم، لكل من شعر بالظلم مهما كان مستوى ذلك الظلم، أن يأتي إلى هيئة الساحل. سوف نقف معه، سوف نعاضده، سوف ندعمه في محنته حتى يحصل على حقوقه. هي ايضا للمهمشين دفاعا عن التعليم، ولذلك هنا لجنة التعليم. امامي هنا جمع اعرف بعضكم على بعض. هنالك تلاميذ وآباء التلاميذ، أمهات التلاميذ، كيف أن المرأة عظيمة جدا. لأننا عندما ندعو آباء التلاميذ والذي يتصل بنا لكي نساعده، وأغلبهم نساء، إذا قبعتي للنساء. فهؤلاء النسوة حضرنا لأن لهم أبناء تدرسهم هيئة الساحل، أو تتكفل بهم، أو ترعاهم في مدرسة حرة ما. طالب زعيم المعارضة في موريتانيا إبراهيم للبكاية السلطات بإحصاء شامل لجميع المتضررين وزيارة جميع المناطق والأحياء المتضررة، لافتا إلى أنه لاحظ خلال جولته في المنطقة عدم وصول السلطات لبعض المناطق المتضررة، مقدما حي العدالة كنموذج على غياب المساعدات عن بعض المناطق. وشدد للبكاية على ضرورة اعتماد مخطط عمراني لمدينة سيلبابي وتزويدها بصرف صحي، وذلك للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر والأضرار في المستقبل، مؤكدا أن المدينة مهددة في المستقبل إذا لم تتدخل السلطات بسياسة عمرانية شاملة تحدد المناطق الصالحة للسكن. أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة سيلبابي عاصمة ولاية قيديماغا إلى أضرار ماسة بعدد من المحلات التجارية بالمدينة، بعدما غمرت السيول محلاتهم عفوا وطمست بعضها. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. لا حديث هنا في سوق سيلبابي المركزي إلا عن خسائر بالأطنان وفي مختلف أنواع الغلات والبضائع، وبعضهم يتحدث عن احتياطات لأسوأ الاحتمالات التي كانت متوقعة. هذه ماسين احنا هي بعد شي كانت في توقعاتنا، ومطلعينها دايرينها ذاك بريكلر، وانا ذاك نتصور باركير والله حرام، وماسين داير ذاك بريكلر ما لحق الماء، قضى الله بهذا الحمد لله.
أطنان الصمغ العربي ومشاكله من ثمر الأشجار بالمنطقة تحولت إلى مجرد رائحة نتنة وقمامة تلوثان كل المحيط القريب، ومجرد التخلص منها بات هدفا لدى الملاك رغم تفاوت إمكانياتهم المادية. نلاش أمال هون تو عندنا طرنش حقيرة ونقول السوق تو نشرو فيهن ونشرو من عند الناس اللي جايبته ونسقطوا هنا وخلاص اسمع وتو ما رينا اللي بالمقازينات تبال للدول نعود كارينهم والله شي. ما تزال أضرار السيول ماثلة وهي تلوح بشكل أبرز في شوارع السوق وفي كل محلاتها بما فيها الدكاكين الصغيرة. أنا أخسر لي لا لقنا مشات قنمي ما مشات وفراشي مشى وهاي البوتيك خسرته تقريبا 600 تقريبا 600 ألف تقريبا خسرت درت تقريبا 14 زقيبا مار ودود ياسر مولي وخرف من العلك وشي ما طار شي هذا طراي في دركات اياها دلقت قباط كاميرا كامل يا قارب ان نختار واحنا مفرحنا بعد هذا الاستقبال وهاي تمسيت الوزراء مفرحتنا يا قارب نختار ود مراها شي. محلات بيع الاسمنت ولوازم البناء عرفت خسائر كبيرة فقد امتلأت من مياه السيول ولم يبقى فيها غير المواد غير القابلة للجرف والابتلال. هاي السحاب ضيعتنا حتى خسرتنا ياسر مشيهم خسرتنا السيمو شي من السيمو قدر من السيمو درت 20 من طوم السيمو خسرتنا الحديد وطالبين من الدولة وطالبين من مولانا ان يوفرونا شي يوفرونا رواه وعدلونا الطريق هذا كان مجرته لا طريق اللي يطرا فيه الشارع يعني ما يعدل كامل يتم كل سنة خارج يتم كل سنة خارج. وما تزال سوق سليباب قبلة السكان وشريان حياتهم الاقتصادي الوحيد وعمادهم في المؤونة رغم ما لحق بها من أضرار. محمد أحمد الخوي قناة المرابطون سليباب. شهد الأسبوع المنصرم أمطارا غزيرة على عدد من المناطق وصل بعضها مستويات قياسية أدت لانهيار جسور ومباني بولايات شرقية وجنوبية. وتظهر النشرة اليومية التي تصدرها اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الأزمات تظهر معطيات عن حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار. نتابع.
أطلقت حملة معا للحد من حوادث السير موسمها الرابع الذي تعنونه بمعا للحد من حوادث السير، ويتزامن إطلاق الحملة مع حوادث سير على عدة طرق أدى بعضها إلى وفاة نحو 6 أشخاص وجرح آخرين. وكانت حوادث طريق الأمل الرابط بين العاصمة نواكشوط وولايات الشرق الأكثر دموية. ومعنا في الاستوديو المهندس أحمد سالم وليفوكو عضو حملة معا للحد من حوادث السير، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. بداية، هل لديكم معطيات بشأن عدد وفيات خلال هذا الشهر الذي شهد الكثير من حوادث السير؟ شكرا على الاستضافة. نحن المعطيات عندنا، اليوم قدمنا تقرير شامل عن نشاطات الحملة وعن الإحصاءات الرسمية. الإحصاءات لا أذكرها الآن ولكن موجودة ومخيفة ومرعبة، خصوصا في هذه الفترة التي تكثر فيها الحوادث المميتة، خصوصا على طريق نواكشوط بوتلميت ونواكشوط روسو. طيب، هذه الحملة الآن تطلق موسمها الرابع. خلال المواسم السابقة الثلاثة، ما الذي استطاعت أن تتوصل إليه؟ ما الذي استطاعت أن تحققه؟ الملاحظ أنه حوادث السير واصلت في زهق الأرواح، واصلت في ارتفاعها، واصلت في كثرتها على الرغم من تجديد بعض الطرق بعض المحاور. الحملة ما الذي استطاعت أن تنجزه خلال المواسم الثلاثة السابقة؟ شكرا على السؤال. شفت، الحملة من أهدافها التوعية ونشر ثقافة التخفيف من السرعة والتخفيف من المخاطر المؤدية إلى الوفيات والأحداث المميتة. الحملة هي تطوعية بالدرجة الأولى والتوعوية بالدرجة الثانية، لأنها لا تملك الوسائل للحد من حوادث السير سوى التوعية ونشر الثقافة بين الناس وترميم بعض الحفر حسب الاستطاعة. وقد قدمنا اليوم في عرضنا الشامل 4 محاور قمنا بردم بعض الحفر سعيا منا إلى التقليل من حوادث السير التي تسببها الحفر الموجودة على الطرق المتهالكة. نحن من أهدافنا خلق وعي وطني حول خطورة السرعة المفرطة ولفت انتباه السلطات الحكومية والسلطات المعنية إلى تهالك الطرق والسعي لإرسال رسائل من خلال حملاتنا التوعوية والمؤتمرات والنشاطات التي نقوم بها، خلق رأي عام من أجل التطوير والتقليل من الحوادث السير. وبالنسبة لنا هناك تجاوب من خلال السائقين، وظاهرنا عن حوادث السير عنها أثرت فيها هذه الحملة وأثر هذا الوعي للسائقين وسلوكهم على الطرق المتهالكة. الحديث عن كثرة هذه الحوادث على محاور معينة يقود إلى التحدث عن أسبابها. كان البعض يربطها برداءة الطرق، هذه المحاور تم تجديدها. ما هي الأسباب الحقيقية، الأسباب الناجمة عن كثرة هذه الحوادث؟ شوف، الأسباب لهي نقول لك مفاجأة، والله نقول لك مثلا قضية عن الطرق المتهالكة ليست هي أول سبب للحوادث. أول سبب هو السلوك البشري، وهذا ما هو من حدائق جميع الدول والأبحاث اللي معدلة عن الطرق ليست هي أول سبب. فعلا موسم الخريف من المواسم اللي تكثر فيها الحوادث نتيجة لسرعة السائقين، ونتيجة لتلهف الناس للوصول إلى الأماكن بسرعة، ونتيجة لرداءة بعض الباصات ورداءة السيارات وعدم احترام الوقت وعدم احترام السرعة والاكتظاظ على الطرق وعدم المراقبة وعدم وجود قوانين رادعة للسائقين من أجل تجنب السرعة المفرطة ومن أجل تجنب الأمور المؤدية إلى الحوادث بما فيها
التحدث في الهاتف احيانا والارهاق الذي يعاني منه بعض السائقين. وهناك اسباب متعدده وهناك ايضا وجود بعض الحيوانات على الطرق، وهناك بعض وجود بعض الحواضر او بعض التكتلات السكنيه بالقرب من الطريق. هناك عده عوامل كثيره جدا. طيب، خلال المواسم الثلاثه التي نظمتم سابقة، هل هناك نوع من التنسيق بينكم والجهات الإدارية والأمنية المسؤولة؟ يعني ليس هناك تنسيق رسمي بيننا مع الجهات الإدارية. نحن وجهنا رسائل عديدة إلى الوزارات المعنية، وزارة التجهيز والنقل وقطاع الشرطة وقطاع أمن الطرق من أجل التجاوب معنا. حتى الآن لم نتلقى أي تجاوب إيجابي، إلا أن المبادرة التي قام بها الرئيس الجديد في أول اجتماع رئاسي، وهو تشكيل مجلس وزاري للسلامة الطرقية، نتوسم فيه خيرا ونعتبر أنه أول خطوة إيجابية. المهندس أحمد سالم وليفكو، عضو حملة معا للحد من حوادث السير، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذ. إلى شأن منفصل، حيث لوح مناديب عمال شركة تازيازة العاملة في استخراج الذهب بالدخول في إضراب عن العمل منتصف هذه الليلة، وذلك عقب منتصف ليلة غد عفوا، وذلك عقب اجتماع له مع إدارة الشركة لنقاش مطالبهم، انتهى بالاستجابة لنقطة واحدة من 27 نقطة. ووصف مناديب العمال تعاطي الإدارة معهم بالاستفزازي، وأكدوا اتجاههم للدخول في إضراب مفتوح عن العمل. وقال أحد مناديب العمال في اتصال هاتفي مع قناة المرابطون إن العمال متجهون للدخول في إضراب ما لم تستجب إدارة الشركة لمطالبهم. احنا كنا معدين اتفاقية جماعية مع إدارة الشركة من 2016، وقالت توفى شهر 11 من هاي السنة 2019، وفيها ياسر من حقوقنا رابطتهم هاي الاتفاقية الجماعية، وجاء هذا المدير الجديد، ويقع دائما هو اللي يوقع، ما يجي مدير جديد ما تبارك يقبل هامو يعدل ريديكسيون دي كو، يا غير ان انت اللي عدل هيك يسلى حقوق العمال. احنا عندنا حقوقنا مكتسبة، ولا انا ما قد حد يمسهم، سمعت؟ وهو دائما يجيو روز يتلاو يقلعوهم، ما سولونا ولا عدلوا معانا. اسمع بركات ياها، احنا ندورو لا حقوقنا شي وخار، ما ندورو عند الشريك خارج حق مكتسب عندنا، هامو يقلعو هو منا لك ما نقابلينو. اسمع، ما يتفاوض معانا فيه ويقولنا انه الدور اللي هذا وفرص عليه يقلعو منا، وحنا لك ما نقابلينو. اسمع، طرحنا مطلب بريافي دكريخ في مطالبنا من يوم 19 في هذا الشهر، اسمعت، وعدلنا ذاك قال القانون كامل، اسمعت، وتو هو وماشيين ضركاتيها في الاضراب، حاله انه ما لباوا انه ما طالبنا، ما قد قفلنا النقاش، يوميا نجابرهم على الاداره وما بيها تتنازل عن عدلها لنا ياسر مشي، خلينا هي كان ما يخلق ذاك الاضراب، يا غير كيف شي مقافلين روسهم على انهم لا يقلعوا منا حقوقنا، واحنا حقوقنا مكتسبه، ولا يجد حد يقلعهم منا، يسوى منهم. اسمع، ولا ندورو الاضراب ولا ندورو شيء، يا غير نختاروا لا حد يقعد معنا يناقش معنا نقاش جدي، نعود حقوقنا يتموا عندنا مكتسبه. اسمع، والله يتفاوض معنا فيهم، خلوهم الوقع كاملين، يا غير يعود مسوى لنا واحتسب لنا هذا حقوقنا احنا ومخليهم له. اسمع، وانه لا هي يقلعهم منا بصفه ما هي رسميه ولا هي قانونيه، لا، احنا في بلدنا وعندنا حقوقنا وعندنا نو لوا ونو تكس ونو كونفونس. دائما في أخبار شركات التعدين، حيث أفاد موقع الأخبار أن الإنتاج توقف بشركة تصدير النحاس الموريتاني MCM بسبب عطل فني في أحد المغذيات. ونقل الموقع عن مصادر فنية أن العطل قد يؤدي إلى فترة توقف تستمر 3 أسابيع. وتستخرج الشركة النحاس من مناجم قرب مدينة يكجوجة عاصمة ولاية إنشيري شمال شرقي العاصمة نواكشوط. وتتهم الشركة من نشطاء البيئة وسكان المنطقة بتجاوز الحد المسموح به من استخدام مادة سيانيد شديدة التأثير على البيئة. وسبق لأحد المحامين المنحدرين من الولاية أن رفع دعوى قضائية ضدها حول الموضوع. كما تحدث سكان البدو في المنطقة عن فوق غريب لعدد من قطعان الإبل في المنطقة.
إلى شأن منفصل، حيث أعلنت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في حفل نظم بنواكشوط عن إطلاق موقع إلكتروني جديد أسموه الإصلاح. ويقول الصحفيون إن فكرة الموقع تأتي في إطار سعيهم للارتقاء بواقع الإعلام وتأسيسا على تقييم أجروه للساحة الصحفية، حيث سيركز الموقع على الجوانب الثقافية والفكرية والإنسانية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. موقع الإصلاح الإلكتروني يطل على المتلقي الساعي للاستعلام لما يجري من حوله، الحياد والموضوعية والرفع من مستوى الإعلام بالإضافة إلى إبراز آراء الكتاب المثقفين. تلكم هي مميزات الموقع الجديد حسب القائمين عليه. موقع الإصلاح مشروع إعلامي تبلورت رؤيته لدى مجموعة من الزملاء الصحفيين والمثقفين بناء على تقييم للواقع الإعلامي الوطني وسعيا للارتقاء به. رسالة الموقع رسالة إصلاحية واهتماماته شاملة، مع التركيز على الجوانب الثقافية والفكرية والإنسانية في التقارير والمواد، وإعطاء أولوية للإصلاح الاجتماعي والثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الوعي المجتمعي. رسالة الموقع ومساهمته في إحياء الساحة الإعلامية يبرز استبشارا لأصحاب المهنية، بالإضافة إلى قدرات يتفاوت فيها أصحاب المهنة للمهنية، ويعطي فرصة للكتاب وصناع القرار بأفكار مفيدة تؤتي أكلها كل حين، وتشكل إضافة ينهل من معينها المجتمع الساعي إلى التجديد وكسر القيود. رغم يعني تفاوتها ورغم تقييمنا لهذه المواقع، أن يبرز موقع إعلامي جديد له طابع أو يهتم بجوانب لم تعد تطرق، لأن الجانب الإخباري أصبح يطغى على جانب الرأي، ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلى مواقع تكون تهتم بجانب الرأي وتخلق حالة من الحوار ما بين الآراء ككل. انطلاقة لا ترجع إلى المؤسس عليه من الآن، إنما تنطلق من القوانين الناظمة والضوابط التي تحكم المهنة الصحفية. ونحن عندما نتصفح الأسماء التي وجدناها في وراء هذه القضية، نجد أن هنالك شبابا في الحقيقة يجب أن يشجع. إيمانا وأملا من شباب صحفيين أرادوا انتشال الحقل الإعلامي من إطناب في المهنية ومساوئ لحقته، يبقى الإعلام بحاجة إلى مواقع يبرز ذاته وتجرده من أثقال أتعبت كاهله، لا أن يجرد بالعين فقط. الشيخ أحمد شيخ نسيد محمد، قناة المرابطون، نواكشوط. احتفت جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي بتخرج قرابة 100 تلميذ من أبناء الفقراء كانت قد سجلتهم في مدارس خصوصية. وكرمت الجمعية في الحفل المتفوقين التلاميذ في المسابقات الوطنية. وكشفت الجمعية خلال الحفل الذي حضره عدد من أهالي التلاميذ وممثلين عن المدارس الخصوصية التي يدرس فيها التلاميذ، كشفت أن عدد من تكفلت بدراستهم في العام المنصرم وصل 94 تلميذا. أيها السادة والسيدات، سعيا منا في جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي في إيجاد نموذج متميز لرعاية أبناء الفقراء والمحتاجين وبقية خلق شخصية متميزة قادرة على التعلم والارتقاء، صالحة لنفسها ومساهمة في بناء مجتمعها، جاء تركيزنا في الجمعية على التعليم والتكوين بوصفهما البوابة السحرية ومفتاح الأمان في صناعة الإنسان والرقي به إلى مصاف الأمم والشعوب المتقدمة. أيها الحضور الكريم، لا مراء في أن قطاع التعليم من أهم قطاعات الدولة، الحافظ لماضيها المجيد، القائم على حاضرها والضامن لمستقبلها، وقد شهد بذلك كل من ترقى في مراقي التقدم على مختلف الصعد، مؤيدا سبب تقدمه إلى المعلم أو لنقل النظام التربوي بصفة عامة. ويشكل النظام التربوي الذي يتبناه أي مجتمع مرعاة آكسة لما سيكون عليه ذلك المجتمع في المستقبل من رقي وتقدم أو تخلف وتأخر. حتى قال أحدهم ذات مرة: أخبرني عن نظامك التربوي أخبرك من أنت.
لا يخفى عليكم أن التعليم في بلادنا بحالة خطر، يعاني الكثير من الخلل لقيام الأهداف التربوية وعدم وجود تخطيط لتنظيم عمل المؤسسة التعليمية، ورغم إعلان سنة للتعليم والسعي المتواصل لتحسين واقع القطاع، فلا زالت بلادنا في مؤخرة قائمة الدول العالم من حيث جودة التعليم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الوزير الأول يتجول في أماكن حملة النظافة ومناطق شفط المياه بالعاصمة نوكشوت. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان والسلم الأهلي تنظم حفلها السنوي بحضور عدد من منتسبي الهيئة. حملة معا للحد من حوادث السير تطلق موسمها الرابع تزامنا مع حوادث سير على عدة طرق بالبلاد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.